فإذا كبرت ورفعت فتضع اليمين على الشمال كما جاءت بذلك السنة، وأنت مخير طبعا تضع ذلك على الصحيح على الصدر، على الصدر اليمنى على اليسرى على الصدر، لورود ثلاثة أحاديث يقوي بعضها بعضا. وأما حديث علي من أنها توضع تحت السرة فهو حديث ضعيف، لكن الذي يظهر من السنة من أنك تضع اليد اليمنى على صدرك، والصدر واسع، بعض الناس يبالغ يضع هذا عند رقبته، لا. ولذلك بعض السلف كان يضع ذلك بين ثدييه، بين ثدييه. وأنت مخير في هذا الوضع، إما أن تضع اليمنى على الرسغ والساعد هكذا كما عند البخاري، أو أنك تقبض بيدك اليمنى على الكوع هكذا، فأنت مخير. وطبق هذه مرة وهذه مرة. أما ما يفعل من البعض، بعضهم يضع يده على المرفق، هذا لا أعلم حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، ولكن بعضهم يقول حتى هكذا. وبعضهم يضع اليد اليمنى على اليسرى تجاه القلب هكذا، لا أعلم حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. فاتبع السنة، فاتبع السنة.